مش هين عليك حتى توصليني.
طب معلش يا ماما انا جاي معاك ما تزعليش. علاج 21 يوم يا فتاوه، يبقى اكتر من 6 اشهر حس. يا سعاده البيه بصراحه الكابتن ما مدش ايده عليك. انا اللي بس يا دامن. يا بيه انا افهمني والله بجد، هو الكابتن ما مدوش دعوه خالص، اهل العيال تتلموا عليه هم اللي دعوا العيال. قلت لك افرس الكلام ده تقوله قدام النيابه. ومال؟ اقوله قدام النيابه قدام الحكومه ده ما تخافش. انت ايه حكايتك؟ كل اهل الحته بيشيل التهم عنك ليه؟ انت بشار رياضه مهندس. خش كده انت هو الوضع. الست وصلت اهي، اتفرجوا ايه اللي هيحصل، اذا خرج ابقوا تعالوا اتفقوا على ده. اهل الحته جايين ورا الواد اللي ضرب عمه، وبعدين بقول لهم الست هاني مش هيخلصها ان راجل من رجالاتها ينضرب. طبعا فتهاجموا عليا وضربوني انا كمان. مش معقول الدايره كلها هنا. بيحبوا الواد في الحته قوي من ايام ما كان لعيب كوره. هو اسمه ايه؟ الكابتن عاطف. طيب انت فاكر نفسك ايه؟ فداوه او صباجي؟ صبرك عليا. لو سمحت يا حضرة الظابط، أنا ما بتعدتش، وعاوز أقول لحضرتك حاجة، أنت لو كنت في مكاني وشفت أختك بيحصل لها اللي حصل، كنت اتصرفت زي وقتك شوية. عندك حق. صح يا باشمهندس، أنا معاك. أنا سمعت كل حاجة. والباشمهندس عنده حق فعلا. اتفضلي يا دولة فين. الباشمهندس عاطف. الله، ده انتوا تعرفوا بعض بقى. ازيك يا عاطف؟ ازيك يا فريدة؟ ايه رأيك يا حسن بيه؟ سعادتك شايفة ايه؟ أنا الحقيقة ليا عتاب على الباشمهندس. أنا ذنبي إيه تقطع لي كل اليوفط بتاعتي والدعاية الانتخابية؟ يا فندم ده ما كانش مقصود في حد ذاته. يعني أفهم من كده إن اللي حصل ما كانش ضدي. أنا لغاية اللحظة دي لا مع حضرتك ولا ضدك. وبعدين دي أول مرة أعرف إن حضرتك والدة الأنسة فريدة. أنا بيتهيألي يا حسن بيه إن الباشمهندس أظهر حسن نواياه، وأعتقد إنك تدينا فرصة نحل المشاكل بتاعتنا بعيد عن المحاضر وعن البوليس خالص. أيوه بس الكشف الحكيم أكتر من 21 يوم. معلش. جناية يا دولة تاني. معلش يا حسن بيه، معلش عشان خاطري خليها عليا. أنا هعالج المصاب على حسابي، وحرتي كمان. كله عشان خاطر عيون الباشمهندس. إحنا ولاد حي واحد. أنا عاوز أقول لكم حاجة، أنا بعترف قدامكم إن الست دي طلعت ست عظيمة جدا وليها فضل كبير قوي. دولة بني، 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 دولة بني. المفاجأة الحلوة دي. جاي عشان اتفرج عليك. لا انا خلاص راحت عليا بقى، البركة في الاشبال، دول كلهم من اولاد الحي. صحيح، انا شايفة انك انت مهتم بيهم قوي الحقيقة. دول المستقبل يا مدام. اه طبعا، هايل تفكيرك ده يا عم. عاوزين حضرتك بقى بعد ما تنجحي في الانتخابات تشوف لنا حتة ارض نعمل عليها نادي، بدل ما انا متشحطط انا والولاد كده في النوادي. بس كده انا اهلي اتنين، انا كل ليكم. اتفضلي. يا اهلا وسهلا.
بصراحه انا كنت متردد اني اجي. يدنك يا اخي، ماما ما كانتش ماما اللي عزمك بنفسها. تعالى معايا. اهلا وسهلا. مساء الخير يا هلا. شرفت يا باشمهندس. شكرا. فريده. أيوة. عايزاكي تضربي لبابا تليفون في المكتب تشوفيه اتاخر ليه. تعالى يا باشمهندس، تعالى اعرفك بالناس الحلوه. ادخل. البيت على التليفون يا فندم. ولا لو مش موجود. حاضر. المسافة اللي بيني وبينك كبيرة أوي. أنت فين؟ وأنا فين؟ لما اتخرجنا من الجامعة لقيتها فرصة إن احنا نبعد عن بعض وأدفن حبي جواي، لكن ما كنتش عارف إن ظروف هتجمعنا تاني. طول المدة اللي فاتت حاولت أعرف طريقك فين، سألت عليك كل اللي يعرفوك، بس ما حدش قدر يدلني على طريقك. بصراحة بقى زعلت منك، خصمتك بيني وبين نفسي، انك ما فكرتش تدور عليا ولا حتى تعرف طريقي. ما نسيتكيش لحظة واحدة، كل يوم كان حبك بيكبر جوايا يوم عن التاني. واضح ان ظروفك دلوقتي اتغيرت. يعني الحمد لله دلوقتي قدرت ادبر قرشين وبدأت أفتح ورشة خراطة، أنا أملي فيها كبير قوي. أثناء جولاتي في الأحياء الشعبية لاحظت إن الناس بتشتكي من حاجات كتير قوي. أيوة. وعندهم حق الحقيقة. طبعًا طبعًا. يعني مثلًا الإضاءة، مفيش موجود أبدًا إضاءة في الحواري الصغيرة. أيوة. عملية صعبة جدًا. طبعًا طبعًا. مثلًا المية اللي دايمًا بتتقطع، النور اللي دايمًا بينقطع، يعني في شوية مشاكل كده لو قدرنا نحلها ولو بشكل مؤقت، صدقوني الناس دول هيقفوا جنبنا ويساعدونا. طبعا طبعا. ايه رايكم؟ طبعا كل اللي بيطبقوا في ايدينا وممكن يتنفس. اكسكيوز مي. اتفضلي اتفضلي. يا فريده كلمتي بابا؟ مش موجود يا ماما في المكتب. وانا في المزرعه؟ لا انا ما اتصلتش هناك، مش عارف. طبعا اذنك يا عاطف. اتفضلي. قدام يا فريده.
داخله معاه وسايبه بقيه المدعوين قلت زي بعض. تقومي تزوديها بالشكل ده؟ الناس تقول عليكي ايه؟ تاخديه وتقفي بعيد عن عينين الناس؟ انا اسفه يا ماما. مش كفايه ربك اللي مقصر رقبتي وكسفني قصاد العالم؟ زهقت زهقت من تبرير عدم وجود قصاد الناس. خلاص يا ماما. صحيك عندك ما تزعليش. يا حبيبتي يا بنتي. انا مش بقول لك كده عشان تعملي عاطف. بالعكس انا نفسي اعرفه على الناس عشان يتعود عليهم وهم ما يتعودوا عليا. فهمتيني؟ فهمت يا ماما. برافو عليك. اتفضلي انت دلوقتي وانا هحاول ادور على بابا اشوفه فين وحاجب نفسي عشان اعرفه على الناس. قاعده كده ليه يا بيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فضيتني يا مرسي فيها ايه؟ قاعده كده ليه يا بيت؟ ما تقومي يا بيت عشان ننام. تجرالك ايه يا بيت؟ انت مش سامعاني؟ ليه يا مرسي؟ خش يا اخوي. انا جايه. مش معقول. حاجه عظيمه. ميرسي قوي. انا بعتذر لكم بالنيابه عن علو بيه. الظاهر انه تاخر في الاجتماع شويه. انتوا عارفين طبعا مسؤولياته. احنا عظيمين ونسمع لك. شكرا قوي. الف سلامه. بالنجاح ان شاء الله. دي مساعدتكم معايا. الف سلامه. الف سلامه. الف سلامه. حاجه عظيمه قوي. حط سعيد قوي قوي. الف سلامه. لا تعالوا انا عايزاكم. تعالى. عاطف اشوفك تاني. ازاي؟ طبعا يا عاطف انت مش غريب عن البيت عشان كده احب اعتذر لكم. خلاص عرفت البيت؟ عرفت. تصبح على خير. وانت من اهلي يا علوي. مساء الخير يا دولة. قاعدة لوحدك في الضلمة كده ليه؟ اتأخرت ليه لحد دلوقتي؟ أنا طول عمري بتأخر وده ما كانش بيضايقك؟ اللي فات كله كوم واللي جاي كوم تاني خالص يا علوي. اشمعنى؟ علوي. أنت عارف إن أنا قربت أوصل لهدف عشت عشان العمر كله ومش هسمح لك لا انت ولا اي حد في الدنيا يقف في طريقك. ايد لوحدها ما تسقفش يا دولة. ولما توصلي افتكري انك انت ما وصلتيش بمجهودك لوحدك. تقصد ايه؟ الفلوس؟ من غيرها ما توصليش. لما انجح هعوضك قد الفلوس دي 100 مره واكتر كمان. وما تنساش ان فلوسك دي انا عملتها بمجهودي انا وبده. عارف عارف يا دولة عارف. طب مش هتنامي؟ لا اطلع اتعشى ونام انت. حاضر حاضر يا دولة. اتعشى وانام. حاضر.
ايه ده؟ افتحها وانت تعال. تعال. ايه دول؟ انا عايزك تسدد كل الديون اللي عليك وتفتح الورشه. اسف يا فريده، ما اقدرش اقبل ده. اخس عليك يا عاطف، انت هتعمل فرق بيني وبينك؟ مش احنا لما نتجوز هنبقى واحد؟ يعني يرضيك الناس يقولوا عليكي بتشتري راجل؟ تبقى الشريك بعمري يا عاطف. وبعدين هو المعشار كويس قوي ضمناه. انا ما كنتش اعمل اللي انا بعمله ده. خلاص يا فريده، سيبيني اعيش زي ما انا، زي ما ابويا رباني معلمني. يعني بترفض اني اقف جنبك؟ تقفي جنبي بقلبك، بحبك. ده اللي انا صحيح محتاجه يا فريده. يا عاطف منور. ازيك يا حبيبي؟ الله يسلمك يا فندم. والله انت ابن حلال على فكره. طول السكه وانا جايه عماله افكر ازاي اتصل بيك. بقول لك ايه؟ قولي لزباد تحضر الغدا. حاضر يا ماما. ملوش لزوم يا فندم، انا ماشي على طول. الله، انت بخيل بقى ولا ايه؟ اقعد، انا عايزاك. على فكره يا عاطف، في ناس بيبقوا في الحي ليهم مصالح في اماكن كتيره مختلفه في البلد، ومتعطله ومش عارفين يعملوا ايه. انا تحت امرهم. ده عطف زايد منك يا فندم. ميرسي يا عاطف. وفي حاجة أرجو إنك أنت ما تفهمنيش غلط فيها. خد. إيه دول يا فندم؟ خد بس. اسمع كلامي. هقول لك، خدهم وهقول لك ليه. في ناس بيبقوا فقراء ومساكين خالص ومحتاجين فلوس، لكن كرامتهم ما بتسمح لهمش أبدا إنهم يطلبوا فلوس ولا يمدوا إيديهم. طب حضرتك يا فندم لما تيجي الحي يبقى وزعيها عليهم. ما هو ده اللي أنا مش عايزاه أبدا، مش عايزة حد يعرف إن أنا اللي اديتك الفلوس. بقول لك إيه؟ بكرة عايزة أنزل الحي. أنا الحقيقة مش عارفة أعبر عن شعوري. أنا فرحانة قوي
وفائكم لبنت دايرتكم لبنت حيكم. انا اتولدت هنا بينكم وعشت فترة من صبايا معاكم هنا في نفس الحي. صحيح بعدتني الظروف عنكم شوية، لكن دوام الحال من المحال. انا منك وانت منا، واللي بعدنا ما يوري الجنة. يلا انت وامثالك يا كوماندا اللي ما هتعرضوا على جنة ولا هتشوفوها بعينيكوا حتى. يا نصابين يا ضلالية. صدق بالله الجدع اللي اسمه كوماندا ده النهارده الظهر كان ماشي ورا المرشح التاني وبيقول نفس الكلام. دي تجارة يا ابني، وايه ده زمانها؟ الشقة الشقة يا ست هاني. حاضر، من عينيا دي وعينيا دي. سلاميك. كل طلباتكم مجابة ان شاء الله. انا اتفقت مع الاستاذ عاطف. ولا اقول الكابتن عاطف. لا كابتن عاطف. انا اتفقت مع الكابتن عاطف انه هيجيلي بكره ان شاء الله البيت ومعاه كل طلباتكم، وانا هفرزها وادرسها واوصلها بنفسي للمسؤولين. اميره يا ست هانم اميره. عينيا الاثنين، وتاكدوا ان انا هكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. صدق مؤمن. دور مؤمن. احنا رايحين بيت الامه كلنا. اتفضل حضرتك اسبقنا بالتاكسي.
يا فريد. ده عاطف يا ماما جه تحت معاه ناس. ناس؟ مين الناس دول؟ ايوه يا ماما، ما هو جاي عشان يكلم حضرتك في الموضوع اللي قلت لك عليه. موضوع ايه يا بنتي؟ بقول يا ماما نسيتي. انت قلت له ايه؟ قلت له اللي حضرتك قلتيهولي. انا اللي قلته ان انا عايزه اتكلم معاه لوحدنا، مش يروح ويجيب الدايره كلها لينا. لا انا ما فهمتش ان حضرتك عايزه تكلميه لوحده. طب خلاص انا هتصرف. البركه فيك يا باشمهندس. ودلوقتي اسمعني، سبت والدتك والناس اللي بره منتظرين انا اخرج بره اقول لهم كلمه، وانا مش هقدر اقول لهم ولا كلمه الا لما نقعد لوحدينا نتفاهم على كل حاجه. قلت ايه يا عطف؟ ما احنا لوحدينا اهو يا فندم. اتفضلي حضرتك. لوحدينا؟ والله العظيم انت مش معقول خالص. انا عايزه نقعد مع بعض لوحدينا نتفاهم على كل التفاصيل. والمشكلة دلوقتي مش دي المشكلة، المشكلة في الناس اللي بره دول، هنعمل فيهم ايه؟ انت لازم تخرج تتكلم معاهم. اتصرف يا عطف، انا ما احبش حد ابدا يزعل. مدام بكره يبقوا قروش وبعدين يبقوا جنيهات. لا دي كون فريده اتجوزت وخلفت كمان. ما تتخبش، انا بفكر لكم في بكره. انا ما احبش الراجل اللي طموحه محدود، وخصوصا انه هيبقى جوز بنتي. لا روح غير هدومك وحصلني على العربيه عشان نكمل كلامك. ها؟ تعالوا معايا، قولي
لي بقى ايه اللي حصل. لا لا لا، دي اسرار ما اقدرش اقول لك عليها. يعني مش هتقول؟ لا. طب عشان خاطر العدل. ازاي يا اخي؟ بس لو ما كنتيش تحلفي. امك دي يا فريده كل يوم بكتشف فيها حاجات تخليني احبها اكتر. اكتر مين؟ مش هتصدقيني لو قلت لك ان انا في اللحظه دي حاسس زي ما تكون امي انا. وبعدين معاك يا علوي، انت هتفضل مزرعني في المزرعه كده لغايه امتى؟ مش شغل يا دولت وانا بلعب. يا شيخ بلا شغل بلا بتاع. عملت ايه في الارض اللي احنا هنصلحها؟ ده مشروع كبير يا دولت وعايز تفكير. تفكير ايه بس وبتاع ايه؟ انت مش قلت لي خلاص انك جاهز؟ يعني اخد الارض واسيبها بور يا دولت مش ممكن. يا سيدي مش هتفضل بور ولا حاجه. انا هجيب لك كل المكن اللي انت عايزه. مين اللي هيستورد ده؟ انت بس مالك ومال الحاجات دي؟ مش لازم اعرف. حاضر يا سيدي. عاطف. عاطف مين؟ الواد بتاعنا ده. ما تخليكي معايا للادي يا دولت. علوي انت جرى في مخك حاجه؟ خليك رقيق ما تبقاش كده همجي وجرف. هو الراجل يبقى همجي وجرف لما يقول لمراته انها تفضل معاه للادي؟ الله، الموضوع ده احنا حسمناه من زمان وانت هنا خلاص. انت اللي حسمتيه مش انا. انا ما دام حسمته يبقى اتحسمه خلاص. دولت تصبح على خير يا علوي. انت من اهل الخير يا دولت. الشاي اللي هيشربوه. اوعى كده يا اخوي. اوعى ايه؟ اوعى يا مرسي. اوعى ايه؟ اوعى اني مخطمعك. مخطمعني ايه؟ ايوه يا اخوي. الله يضربني في شعري ويصالحني في عطس. يلا يا بيه. اوعى يا بيه. اسمه علوي ده ابدا. بتغير عليا يا مرسي؟ مش راجلك يا بنت؟ ايه يا اخويا راجلي، راجلي وسيد الرجاله كمان.
همجي وجلف. ولا انت يا علو يا فرماوي، انت اللي يا علو يا فرماوي، انت اللي يا علو يا فرماوي، انت اللي يا علو يا فرماوي. داوي ازاي يا علو؟ انزلي هنا كلميني. لما اقولك انزلي كلميني تبقي تنزلي وبسرعه. انزلي بسرعه. طيب انا عايز اعرف دلوقتي انا هنا ايه، راجل ولا مش راجل؟ انت رجعت للسكر تاني يا علوي؟ انا مش سكران. لا سكران يا علوي، ومية مرة قلت لك تبطل الزفت اللي بتشربه ده. أنا بقول لك أنا مش سكران. يا راجل روح كده بلاش كلام فارغ. راجل. أو أنا دلوقتي عرفت أنا هنا إيه. راجل. صباح الخير يا علوي. 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 قم يا علوي. دولة. صباح الخير يا دولة. صباح الخير يا علوي. قولي ايه اللي عملته امبارح بالليل ده؟ عملت ايه؟ لا ولا حاجه. طب بقول لك ايه؟ يلا حضر لي الفطار عشان نفطر سوا. زينات مش موجوده؟ موجوده، لكن انا عايز افطر من ايديك انت. حاضر حاضر يا دولة. اهلا اهلا الحمد لله على سلامتك يا عطر. اهلا بيك، كل شيء تمام. انا متاكده. يلا يا ولاد اتفضلوا معايا. واستنيت لغايه ما شحنت كل المعدات واطمنت وجيت. برافو يا عاطف. والمركب هتوصل امتى؟ المركب هتوصل اسكندريه بعد 4 ايام، هتقعد هناك يومين وبعدين تعدي على بورسعيد وتعدي القناه وتروح السودان ان شاء الله. برافو برافو يا عاطف. طب انا هستأذن بقى علشان اروح اطمنهم في البيت. والله اذا كانت فريده توافق انا ما عنديش مانع. اسفه جدا. على فكره انتوا من حقكم فعلا تاخدوا يومين اجازه تتفسحوا فيهم زي ما انتوا عايزين. هنروح فين؟ وانا كمان عشان اول مره اتقابلنا فيها جينا مع بعضين. هو انا بلعب يا علوي؟ ده شغل. طول عمرك قلبك جامد يا دولت، ما بتخافيش من حاجه ابدا. شفت بقى مين فينا الراجل؟ انت انت يا دولت. لا بشر، ده انا ست قوي لكن بمليون راجل. الفلوس جاهزة؟ نديهم شيكات. انت نسيت ولا ايه يا علوي؟ دول ناس ما بيتعاملوش مع الشيكات خالص. كاش ماني. جاهز؟ جاهز. جاهز يا دولة. مالك بترد السلام من تحت الدرس كده ليه؟ قلت السلام عليكم وقلت لك عليكم السلام. انا بس مش هي اللغه برضه. جرى ايه؟ انا غلطت فيك في حاجه؟ غلطت فيا انا؟ لا، انما في روحك يا باشمهندس. لا لا لا، جرى ايه؟ فهمني. انت ماشي في طريق مش بتاعك يا كابتن حتتنا. تهت يا باشمهندس، واحنا اللي كنا فاكرينك الدليل. صباح الخير يا احمد حسن. وانت من اهله يا ابني. فريده عادل تعالى.
تعالي يا حبيبتي. إذا سمحت استأذني أنت. ليه بقى؟ هتقول كلام سر؟ أه سر. خلاص يا عطر، انتهينا من هزار وجينا للجد. اقعد عايزك. الآلات كلها وصلت اسكندرية الليلة، والناس اللي هيخرجوها لنا هتروح تتقابل معاهم، وطبعا انت اللي هتقابلهم وانت اللي هتخلص معاهم. هي الآلات دي هتنزل هنا في اسكندرية؟ امال كنت فاكر احنا هنوديها السودان نعمل بيها ايه؟ بس انا معلوماتي ان احنا مستوردين الالات دي لشركه في السودان. ايوه احنا مستوردينها لينا احنا عشان نصلح بيها ارض العلوي. طب والمطلوب مني ايه بالظبط؟ شوف يا سيدي. انت هتاخد الفلوس الليله دي توديها للناس اللي هيخرجوا الالات من الجمرك، ما تقولهمش حاجه نهائي، تديهم الفلوس وبس، وهم هيوصلوا لنا الالات لغايه عندنا. سيادتك او علو بيه مش هتبقوا معايا؟ بصفتنا ايه؟ دي الشغلانه كلها باسمك وبيك بتاعتك. ومن دلوقتي بقى هنبتدي بزنس بجد. امضي. ايه ده؟ مش الالات دي بتاعتك؟ خلاص علو بيه هيشتريها منك وبعقد مبيعها. امضي. غلطت فيا انا؟ لا، انما في روحك يا باشمهندس. لا لا لا، جرى ايه؟ فهمني. انت ماشي في طريق مش بتاعك يا كابتن حتتنا. تهت يا باشمهندس، واحنا اللي كنا فاكرينك الدليل. مساء الخير يا عاطف. انت تعبان؟ قوي. خد دول وروح واقعد عدني فيهم وانت هتخف على طول. بعد اللي شفت وسمعت واشتركت فيه، لكن يكون في علمك يا دولة هاني، إذا كنت قدرتي تخدعيني أنا مش هديكي فرصة تخدعي الناس. لا يمكن أبدا تخدعي الناس، مش هتخدعي الناس. Thank you.
شقتي ايه؟ شقتي ايه؟ الشقه اللي قالك عليها ست دولت. رايح نفسك يا صناعيه، مفيش شقه. مفيش شقه يعني ايه يا باشمهندس؟ ايه؟ ضحكت عليا؟ ضحكت عليك؟ ضحكت علينا كلنا يا صناعيه. كمان يا كوماندر، وهو في اكتر من كده كلام يا ست هانم؟ ده الواد ده ملخبط الدنيا خالص. بقول لك ايه؟ معاك تصريح الصوان؟ ايوه يا فندم، جاهز في جيبي. تروح تبنيه حالا دلوقتي وانا جاي اكل ليله. يلا. حاضر يا فندم. انت هو هنعمل مولد حلقه زيت. طب روح يا اخويا احمله عند بيتكم. الله، ما تمدش ايدك. ما تمدش ايدي ايه؟ سيبوا يا عم حسن، سيبوا يا عم الارض. تمام ربنا. طيب هتشوفوا ايه اللي هيحصل لكم. يا رب انت اللي مضى انا اجيبك الارض تاني. بس يا عم سيبه يعمل اللي عاوز يعمله، ده ذنبه ايه؟ ده راجل عاوز ياكل عيش. المهم انتوا يا رجاله، المهم انتوا يا الحي، اصواتكم هي اللي تنجحها وهي اللي تسقطها. لازم تعرف قيمتكم لليله دي. لما تيجي وتلاقي الصوان هو ما فيهوش حد، تعرف قيمتكم وتعرف انها مش ممكن تخدعك. هو ده الكلام. ايوه يا كوماندو. طيب، ولو حصل اي حاجه تانيه برضه كلمني وانا هتصرف. وإن كانوا لا يعلمون فليعلموا إننا
عشان تبقوا دليلين بكل اللي بيحصل. انا ما بخبيش عليكم حاجه ابدا. في البدايه انتوا عارفينها، نزع صوري من على الحيطان والافيشات كلها على الصفحه. فاكر انه بالشكل ده هيقلل من جماهيريتي عندكم ومن شعبيتي عندكم، كان واهم. وبالرغم من هذا عفيت عنه ومديت له ايدي ووثقت فيه ودخلت بيتي. تعرفوا عمل ايه؟ حاول يلوث البيت اللي دخل فيه وكاد عيش وملح غاز البنتي. ومش كده وبس، وكمان هددها لو رفضت الجواز منه هيمنع اصواتكم عني. عليا لسه بدري قوي على زي عاطف ده. مش عارف يا دولة، العيار اللي ما يصيبش يدوش. لا 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 ما تخافش عليا، انا اللي ماسكه عليه حاجات كتير قوي، هو مش ماسك عليا ولا حاجه. انت متاكده؟ انت عارف دولة. ربنا يستر. تصبح على خير. وانت من اهله. السؤال ده قبل كده وانا قلت لك بعدين هبقى احكي لك، انما خفت احكي لك لان بتحب عاطف وهتزعلي عشانه. لكن يبدو ان هو بيقول لك حاجات غير حقيقيه. وايه هي بقى الحقيقه؟ الحقيقه ان الولد ده انا حاولت اكبره واعمل منه حاجه تليق بيكي، لكن للاسف فهم كلامي غلط وحب يكبر بسرعه، فقام بعمليه كده مشبوهه وقذره، وحاول كمان يعمل ايه؟ يستغل اسمي ويوثقه. فلما صرت عليه شوفي عمل فيا ايه؟ على فكره الولد ده ما ينفعكيش خالص لانه مش نظيف. الكلام ده كذب. ازاي تكلمي ماما باللهجه دي يا بنت؟ لاني عارفه عاطف كويس. اخرجي انت ندم. مش كده؟ ايوه يا بابا. صدقيني يا بنتي ان والدتك يهمها مصلحتك. انا زمان كنت زيك كده وزي عاطف، بس الفرق اللي بيني وبين عاطف ان كنت مبسوط شويه معايا فلوس، لكن كنت حنبلي. لكن والدتك بذكائها قدرت تخليني اكون الثروه دي كلها في خلال 10 سنين. هي شاطرة جدا في التخطيط، فأرجوكي تسمعي كلامها لأن كلامها في الآخر هو الصح. وإذا كنت بتحب عاطف حاولي تقنعيه. فريدة، ما تزعليش منها يا بنتي. متشكرة أوي.
انا عرفت كل حاجه وجاي دلوقتي اسالك سؤال واحد، ترضى تتجوزني؟ يعني سكت. السكوت علامه الرضا. خلاص يا عاطف انا مش هستنى موافقة حد، يلا بينا على المأذون. فريده انت عارفه ظروفي كويس وانا مش مستعد اغيرها. وانا موافقه. يلا بينا. علي يا حبيبتي انا اسف، ده انا كان قصدي لعبك. انت ايه بقى اللي رجعك بدري؟ مش عارف ايه رجعني بدري. لا مش عارف الوقت اللي بنكون مع بعض قليل قوي. استلك فريدة يا دولت. في علوي. فين يا دولت؟ ومخضوض عليها قوي كده ليه؟ مش بنتي يا دولت؟ لو بنتنا بصحيح ما كانتش عملت اللي عملته. الهانم المحترمة بنت الأكابر واخدة شقة مفروشة وقاعدة فيها. قال إيه؟ خربانة من البيت. وفين الشقة دي يا دولت؟ ما عرفتهاش؟ اسأل كوماندا يدلك عليها. كوماندا مين وبتاع مين؟ انت تنزلي معايا دلوقتي وندور عليها. انا اروح لها بكره هي اللي تيجي ورجليها فوق رقبتها. لما القرشين اللي معاها يخلصوا والجوع يقرصها هتيجي هنا. هتروح فين يعني؟ هتروح لعاطف. تروح له تشبع بيه ويشبع بيها. ده برضه يرضيك يا دولت؟ علوي انا مش فاضيه ليك ولا لبنتك، انا عندي الاهم. دي كلها ايام على المعركة الانتخابية. الله اسيبها واروح ادور على بنتك؟ ما تتحرق يا اخي. كده يا دولت. حاضر. ولاقي الكوماندا فين دلوقتي؟ معرفش. روح له الحي اسأل عليه. حاضر. حاضر يا دولت. ايه؟ مالك اتخضيتي كده ليه؟ مين اللي هيجيلنا دلوقتي يا عاطف؟ مين على الباب؟ مين على الباب؟ افتح انا علوي. ده فعلا صوت بابا. خايفة يا عاطف؟ خايفة. خايفة من ايه يا فريدة؟ احنا ما بنسرقش ولا عملنا حاجة غلط. أنا عاطف هلال يا عم. ما أنا عارف إنك عاطف شفت. أنا هقتلك هموتك أشرب من دمك يا كلب. يا جماعة عاطف نفسي. جوزك؟ أيوه يا بابا جوزي. ثانية واحدة. استريح استريح يا عم.
رأي نجل تاني يا عمي بعد ما قريت القسيمة؟ بقى ما تعزمنيش على فرح بنتك. عايز اشرب شربتها واقدمه بايدي. كنت عايز اغني وارقص والناس تقول لي مبروك. كنت عايز اشوفها بتوب الفرح والوالدة حواليها. كان نفسي في حاجات كتير كتير قوي، واكيد انتوا كمان كان نفسكم. على كل حال حصل خير والخيرة فيما اختاره الله. انا مش جاي علشان اقلبها غم. شوفوا عايزين تعملوا ايه وروح اعملوه. الشقه دي مفروشه؟ ايوه يا عمي، ما هو شبان الايام دي دايما كلهم بيتجوزوا في شقه مفروشه. طب خد يا بنتي. يا عمي احنا حرام عليك، حرام عليك يا اخي، حتى مش عايزني اقدم هديه لبنتي. ده انت قاسي قوي يا عاطف. ما جيتيش على طول ليه يا كريم؟ يوه مش كنت بشوف مصر اذا كان مشي ولا لسه؟ بص لي كده ليه يا بيه؟ أول مرة تشوفني ولا إيه؟ لو اديتك فلوس كتير يا كريمة تحبيني؟ يوه الحب مش بالفلوس يا بيه. أمال الحب بإيه؟ الحب بالحب يا بيه. طب ما أنا بحبك يا كريمة. حبيتك العافية يا بابا. العافية؟ صح، هي العافية يا كريمة اللي لازم تحبني. العافية صح. بتضحك علي يا كريمة؟ بتضحك علي يا كريمة؟ بتضحك علي يا كريمة؟ أوامرك يا بيه. هتحبيني العافية يا كريمة، هتحبيني العافية يا كريمة. بقول ايه يا فريدة؟ لو نزلت شوية هتتضايقي؟ ايه؟ اصل ماما تعبانة قوي وانا قلقان عليها بصراحة. هتخرج الثانية لوحدي يا عاطف؟ علشان اطمن على ماما. طب هترجع النهاردة ولا هتبات هناك؟ حبيبتي انا ما اقدرش ابات بعيد عنك دقيقة واحدة. كريمة
حبيتك العافية يا كريمة. حبيتني وحبيتك انت كمان يا بيه. كانت مخصماني يا كريمة، العافية كانت مخصماني. وصلحتك يا بيه. البركة في فريدة والوضع عاطف وقفوا قدام دولة وقالوا لها لا. اللي انكشفت عليها. يا ربي 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 يا ربي. قتلت علوي؟ كان بيبعتني مشاوير عشان يخدني مع مراتي وما رحتش. ارمي السكينة يا مصر. دي اخرتها يا علوي بعد العمر ده كله تخني ومع مين؟ فضحتني ضيعتني. لكن لا انت ولا اي حد هيقدر يهد اللي انا بنيته
ده انا ضيعت عمري عليه. مش هسمح لك، مش هتقدر يا علوي، مش هسمح لك ابدا تهد اللي بنيته، مش هسمح لك ابدا يا علوي، مش هتقدر، مش هتقدر. سيادتك او المرحوم، ما شعرتوش بدخول القاتل عليكم؟ وخصوصا وان المكان ما كانش فيه حد غيركم. اللحظه اللي كنا فيها ما خلتناش نحس بحاجه ابدا. بتقولي انك قدرتي تتعرفي على القاتل وتطرديه وتطلقي عليه النار، ازاي رغم الوضع اللي كنتوا عليه قدرت توصلي للمسدس؟ المسدس كان تحت المخده، ودي خصلة قديمة فيا وفي المرحوم. والقاتل ما حاولش يهاجمك؟ حاول، لكن سرعة وصولي المسدس خلته خاف وهم. وبناء على ما تقدم قررت النيابة القبض على المدعو عاطف هلال للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه. ايه يا عم حسن؟ أمي جرى لها حاجة؟ لا يا ابني اطمن، أمك بخير. امال ايه اللي حصل؟ ده انت اول مره تجيلي هنا. البوليس قلب عليك الدنيا والمخبرين مالين الحاره. بوليس ومخبرين؟ والبوليس دور عليا ليه؟ بيقولوا انك انت قتلت علو الفرماوي جوز دوله البدر. ايه؟ اسمي عاطف محمد هلال. الوظيفه مهندس. انت عاطف متهم بقتل علو الفرماوي؟ ما حصلش. أنا محترم إنك مقدم نفسك للنيابة علشان تحقق معاك، وهيزيد احترامي ليك لو جاوبتني بصراحة. وأنا بقول لحضرتك بصراحة ما حصلش. بنت المجني عليه اللي هي زوجتك قررت في أقوالها إنك سبت البيت بالليل ونزلت، رحت فين يا عاطف؟ أنا رحت أزور أمي المريضة. دولة البدري بتقول إنك كنت واقف ضدها في الانتخابات، إيه أقوالك؟ أنا فعلا كنت واقف ضدها في الانتخابات وما زلت بعد ما اكتشفت حقيقتها. انت عضو في حزب من الاحزاب؟ انا عمري ما كنت عضو في حزب ولا فكرت اني اكون. كل اللي كنت بعمله ان اي حد منهم يتكلم كويس كنت اسقف له، وسقفت لدوله تهانم كتير وهللت لها اكتر لغايه ما اكتشفت انها وافقت على خطوبتي من بنتها علشان تستخدمني في عمليات مشبوهه. سفرتني بره وطلبت مني ان استورد الات زراعيه لحساب شركه في السودان واشحنها على باخره تدخل مينا اسكندريه ترانزيت. نفذت اللي طلبته مني بالظبط، وللاسف ما اكتشفتش اللعبه الا بعدين. بنتي فريده يا حبيبتي. بس يا حبيبتي بس يا فريده بس. تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي امك يا حبيبتي، تعالي. صدقيني يا بنتي يا حبيبتي صدقيني، كل الكلام اللي قالوه لك عاطف مش مظبوط. ده انا والمرحوم ابوك ياما حاولنا معاه عشان نقوم من سلوكه شويه، مفيش فايده لانه منحرف، ودي انت شفتي النتيجه. معلش لكن الحق مش عليه، الحق عليا انا والمرحوم ابوكي اللي ما بلغناش عنه، خايفين على شعورك يا بنتي. مش انا بسفه يا ماما، مش انا بسفه، مش انا كنت مخطوبه على الدرجات دي، مش انا. يا حبيبتي انت لسه صغيره وما عندكيش اي خبره ابدا.
والحب اعمى. انت مش بنفسك قلتي انه سابك بالليل ونزل؟ يعني احنا ما جبناش حاجه من عندنا يا حبيبتي. طب يقتله ليه بس يا ماما؟ يقتل بابا ليه؟ انا خلاص خلاص ما بقتش قادره افهم حاجه خالص، مش قادره افهم اي حاجه، مش قادره مش قادره. كل اللي ده ومش قادره تفهمي السبب؟ مش قادره تفهمي انه كان داخل على طمع، وانه لما احنا فتحنا له بيتنا ومدينا له ايدينا وحاولنا نساعده طمع فينا وحب يعبر هبره كبيره؟ لكن حظه وحش اتكشف من معلوماتك. اذا قدر يهرب من جريمه قتل ابوكي مش هيقدر ينفذ من جريمه التغريم. وبكره تشوفي وتقولي ماما قالت. فريده يا بنتي، اذا عايزاني اتصل بالنيابه واقول لهم انه انا شاكه في انه عاطف، انا مستعده اعمل اي حاجه عشان خاطرك. لا يا ماما لا. يا حبيبتي انت بقيتي دلوقتي اغلى حاجه عندي في الدنيا، ما عنديش غيرك وما يهمنيش ابدا في الدنيا غير سعادتك. اني سعاده ليه بس يا ماما؟ اني سعاده اللي بتتكلمي عنها؟ سعادتي مع قاتل ابويا. يا حبيبتي ده بقى جوزك خلاص. وقاتل ابويا ولا يمكن هيمسني شعره واحده مني تاني. عاطف بلال هو من حق الفرار بالطرق القانونية بعد ثبوت الدور، لكن أنا هقول لك فرصة إنك تحاولي معاه بالطرق الودية وربنا يوفقك. تعالى يا عاطف اقعد، أنا هسيبكم مع بعض، ودي قعدة عائلية بناء على طلب المدام. اعتبرني مش موجود، اتفضل. هنا برجلي لاني واثق من براءتي وعارف كمان اسباب اتهامي، وانت كمان عارفاها. ده كذاب يا عاطف، كل اللي قلته ده كده. لا انا مش كذاب يا فريده، انا كل ذنبي اني ما رضيتش ابقى علو بيت تاني، كل ذنبي اني ما بقتش اقول حاضر ونعم وطيب وانفذ كل اللي طلب مني، وعلشان ما عملتش ده كان جزائي اني اترمي في السجن مع الحراميه والمجرمين. انت اللي رميت نفسك معاه طبعا، هو اللي خلاك منهم. انا لما ماما طلبت من بابا يديك فلوس كان عشان تكسب رزقك بالحلال، لكن انت استأثرت الحرام ولما انكشفت قتلته. فريدة انت مقتنعه باللي بتقولي ده؟ ايوه يا عاطف، طلعني من فضلك. دي رغبتك حقيقي؟ ايوه ومصممه عليها. فريدة انت طالب. ورا ليه؟ ورا ليه انت وين؟ تعال انت ورا ورا. ايه البوليس دي؟ يا رب الحكومة جات. لا اله الا الله. حد منكم بيقدر يتعرف على الجثة دي؟ بص يا بنت دي هوية، حد منكم يعرف الجثة دي؟ مش بقول لها ملامح يا بيه. يا بنت يا بنت المتهم يا فندم. انت مرسي حمدان؟ ايوه بيه. انت قتلت مراتك يا مرسي؟ ايوه قتلتها يا بيه. وقتلت انا اعترف بكل حاجه يا بيه.
بمسدس ولا بندقيه. انا طاري هاخده منهم بيكم انتم. طاري هي اصواتكم يوم ما تروحوا صندوق الانتخابات وتقولوا رايكم الحر. هو ده